عاملين ايه الفيديو ده بقى؟ هنحكي هنحكي ونتكلم وهنضحك. موقف او موقفين يعني هحاول احكي على قد ما اقدر. حصل اول في بدايه علاقتي مع مروان ده خطيبي اللي مش عارف يعني اول سوا مره يتفرج عليا. طيب انا عامله الفيديو ده ليه؟ الفيديو ده عشان احنا كملنا 5000 مشترك. برافو عليكم. قبل ما نكمل 10000 مشترك، اول ما نكمل 10000 مشترك هعمل لكم مفاجاه كبيره جدا 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 جدا. مقلب بقى، تحدي، خروجه كده جامده اللي انتوا عايزينها. على فكره انا بخرج كتير جدا بس ما بعرفش اصور، والله العظيم بتحرج جدا يعني. طيب تمام. فكل ما اكمل عدد مشتركين كويس اقوم جايه عامله فيديو مختلف زي كده، وهحكي لكم فيه عن حاجات اصلا ما ينفعش احكيها، بس انا هحكي لكم ده عشان تصحوا. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. طبعا زي اي بنوته اول ما بتتعرف على ولد لازم تكون عارفين اللي هو بيبي. شور ثانك يو او ماي جاد. انا كنت بقى كده بالظبط، اللي هو بقى محروجه بقى. وبصراحه الولد كان داخل عليا بكام طقم جامد وصحصحه بقى وجمال بقى وكده، فما كنتش عارفه اقاوم بصراحه. المهم طبعا خرجت معاه اول خروجه وكده، ف دخلت مطعم فقال لي تاكلي، قلت له لا طبعا مش جعانه. انا كنت بطني بقى جعانه مش قادره، لا عايزه اكل، عايزه اكل بيتزا، عايزه اكل فرخه مثلا، مش ربع فرخه لا فرخه مثلا. فاللي هو قال لي طب بصي انا هطلب لك بيتزا سي فود، وانت بقى كلي اللي تقدري عليه، وانا ما تقدريش عليه اشتري. طبعا جاب لي البيتزا، فشفت البيتزا فين انتوا اللي بقى هموت واكلها. لقيته بيقول لي كل، قلت له لا شبعانه صدقني انا شبعانه، مش ماليش تقول على الاكل اصلا، يعني انا اصلا ما بحبش الاكل، ممكن تاكلها انت. قال لي خلاص هاكلك الجمبري اللي فوق ده. قلت له لا 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 لسه واكله قبل ما يجي جمبري صدقني. يا لهوي خلاص ماشي. انا بقى زعلانه بقى وقهرانه كده، واللي هو هبوظ لي النظام الغذائي الجيد اللي هو لسه ضربه فول وفلافل. تمام. فبدا ان هو ياخد الجمبري وياكلني بقى بالشوكه وانا جعانه. يا ابني كبر اللقمه فيش ابدا ابدا. اداني الجمبري عمال ياكلني بالجمبري، حول الله يا رب. بيقطع البيتزا وياكلها لي بالجمبري، هو عشان خلاص قلت مش جعانه وما ياكل، مع ان انا عماله اقول شبعان. عادي فوتنا الموقف، قلت الولد شكله متن البيتزا مش قادر حتى اقطع لي حته من العجينه. المهم نزلت تحت قلت له بقول لك انا نفسي في فطيره وشوكولاته وكده، ممكن تجيبها لي اكلها بدل ما انا مش قادره اكل جمبري. عارفين معدتي رقيقه جدا لدرجه ان انا عايزه اكل فطيره بالشوكولاته. وما اجركم من الفطيره بالشوكولاته، يا لهوي انا بعشق حاجه اسمها شوكولاته. الشوكليت دي بالنسبه لي زي مثلا زي روميو مثلا او زي شاروخان مثلا، او يعني حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، يعني هي بمثابه شخص مهم جدا في حياتي. لو الشخص ده غاب ببقى متقطعه طول اليوم. انا كده مع الشوكولاته. هتقولوا لي مين هيقولوش هي الشوكولاته بالنسبه لي الحاجات دي. المهم جاب لي الفطيره، الفطيره سخنه بقى يا جماعه مولعه وموحوحه والنوتيلا كده نازله منها كده. المهم طبعا انا عامله رقيقه وبتطلعي منديل بقى، بعد كده مسحت الحته دي قبل ما اكل. تعرفين انا ما اقدرش ابدا اكل حاجه من غير ما امسح بقى، بالذات قدامه ولسه كان بقالي اسبوع اعرف بيفتح السلفان. انا جعت انا عايزه شوكولاته. بيفتح السلفان بتاع اللي هي الشوكولاته وكده، ف بيقول لي كلي. قلت له طب خد انت واحده الاول عشان تفتح نفسك. عارفين ولا يا زميكي خد واحده وكلها بيتضير عشان يمسح بقه، وانا نسيت انه موجود شوكه بقى منديل. سكت كده وكلتها.
ايدي طبعا مليانه شوكولاته، فالشوكولاته نازله هنا هنا، فبيقول لي خدي المنديل خد. كنت انا بقى خلاص يا عم بقى والحس بقى، فضل ماسك لي بقى الحركه دي، كل ما يشوفني سايب لي جعانه اقول له لا مش قادر، يقول لي طب والمناديل وكل ده ايه. مسكت بقى الفطيره دعكتها كلتها كلها في نفس اللحظه. انا لقيته يعني انا ببص عليه فجاه، انا نسيته بقى يعني انت قاعد بقى يا عم خليك شوف انت بتعمل ايه. بيبص عليا خلصت الفطيره، الفطيره كامله اتشفطت في لحظه، اتشفطت راحت فين الله اعلم. ساعتها هو بيخاف مني، ساعتها هو بيخاف من الاكل مني. ايوه والله دي حاجه غريبه. في موقف تاني برضه كنا على البحر، دخلنا محل شوكولاتات وكده، فقال لي هجيب لك برطمان نوتيلا لما تروحي كل يوم كده افطري بيه وكده، عشان انا باكل توست وكده، فقال لي حطيه كده كل يوم على التوست وافطري بيه. ف مش هتصدق انا عملت ايه، انا فتحته على البحر وكلته بايديا يا جماعه، ما بقدرش اكون الشوكولاته. فبيبص كده البرطمان كله خلاص، ايه ده يا معلم، ايه ده بقى الكلام عليا، هذا بقى خلاص بقى يعني اطلعي بقى من الحبة بتوعك دول بقى. هو جاله صدمة، ذبحة صدرية قتلته يعني، مكنش متخيل خالص. والله العظيم يا جماعة ده غصب عني اعمل ايه. طيب من ساعتها بقى مبقاش اشوف اي محل شوكولاتة عشان يسدني على طول يجيب الشوكولاتة. لحد دلوقتي زعلانة متعاركة معاه، عيد ميلاد اي حاجة لازم بخصوص الشوكولاتات المتين ده يكون عندي لازم، يا اما كده يا اما عارفين اللي هو الانسان مثلا اللي هو الفيل مثلا لازم نديله جزر، القرد مثلا لازم نديله موز. هو بيتعامل معايا كالمثال ده، بيتعامل معايا ان هو لازم يزيد جوايا بالشوكولاته عشان متعصبش. وفعلا والله الشوكولاته دي بتخليني فريش كده كويسه جدا. بس كده الحكاية حبيت احكيها لكم. لو عجبكم الفيديو ده، لو عجبكم افكار الفيديو ساعدوني بقى عشان اوصل ل10,000 مشترك، واحكي لكم قصص زي دي كتيرة جدا عندي، ما عنديش اكتر من القصص بتاعت من عمره، ما عنديش اكتر منها، والضحك اللي بيبقى فيها والهزار اللي بيبقى فيها والمقالب اللي بتبقى فيها. تمام، ولسه والله العظيم حصل موقف من يوم، بس مش هحكي لكم غير لما نكمل ال10,000 مشترك. ايه رأيكم بقى؟ يلا باي، واستنوني في فيديو جديد يا حلوين. واللي عايزه اي فيديو عن اي حاجه تكتب لي تحت في الكومنتات وانا هعمله لها على طول. انتوا عارفين ان انا مش بتاخر عليكم في اي فيديو. قولوا لي بقى رايكم في القطتين دول. يلا باي.